بهدف تعزيز أوجه التعاون والنمو المستقبلي المشترك، وقعت شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية مذكرة تفاهم لدراسة التوسع في الاستثمار والفرص التكنولوجية في مصر. نحن نضع أساساً للحفاظ على ريادتنا في السوق في عالم السيارات والجديد الذي يحدث في صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم. أصبحت شركة منصور للسيارات أكبر شركة سيارات في مصر وأكثرها انتشاراً بمبيعات سنوية تبلغ حوالي 100,000 وحدة، والمعترف بها كواحدة من الشركات الرائدة في المنطقة. اليوم شركتنا إحنا مع شركة منصور، إحنا زي ما قلنا شراكة بتمتد تقريباً 50 سنة. في توجه صادق وقوي نخلي مصر إن شاء الله خالية من الانبعاثات، خالية من الحوادث. اليوم جنرال موتورز عندنا التكنولوجيا والسيارات والإنوفيشنز اللي ممكن تساعد، وأكيد رح تساعد بهذا المجال. البروتوكول يتضمن استكشاف ودراسة تجميع السيارات الكهربائية في مصر والتوسع في تصنيع قطاع الغيار، وأيضا الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل على تقديم تقنيات تكنولوجية لدعم التنقل المستدام. قمنا بتحديد عدة مشروعات تساعد في تشكيل مستقبل الصناعة لصناعة السيارات وعملنا في هذا المجال، ولقد قمنا بتوقيع مذكرة التفاهم على 3 أسس. أولا دعم الابتكار والنقل المشروعات ودعم المبتكرين في مجال النقل بطرق مختلفة ودعم اللوجستيات المرتبطة كذلك بصناعة السيارات. ثانيا بناء القدرات التصنيعية الموجودة في مصر لإنتاج قطع غيار محليا. وثالثا دعم رؤية مصر 2030 ودراسة كيف يمكن أن نقوم بتجميع سيارات كهربائية في مصر. مذكرة التفاهم تأتي امتدادا للعلاقات الوطيدة بين الطرفين على مدار 5 عقود، كما أنها ستعمل على تطوير نظام BA وبنية تحتية كهربائية قوية تعزز من صناعة السيارات الكهربائية وتغذية تلك الصناعة الهامة. هبة الحديدي، الحياة اليوم.